فنصيحتي للنساء بالخصوص أن تعتني بتربية بناتهن على العفة والحياء والأدب والحشمة والحجاب والبعد عن الاختلاط بالفتيان ومن يرضى بالاختلاط بهم من الفتيات تربية لناشئة الأمة الإسلامية. إن البيت إذا كان بيت عفة في المرأة بيت عفة في الرجل أنشأ جيلا عفيفا مستقيما، فما أحسن أن يكون الناس متضافرين في هذا. ولا يمنع المرء أن يرأى منكرا أن يقول الحق إذا كان قول الحق نافعا ويجتهد في ذلك.